عليكم مشاهدي ومشاهدات القناة الثانية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. لا حديث عند جل الأسر المغربية خلال هذه الأيام إلا عن مناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تحل يوم الجمعة 31 من شهر يوليوز الحالي. مناسبة تحل في ظرفية صحية خاصة تجتازها بلادنا والعالم، مرتبطة بوباء كوفيد 19 له أبعاد صحية سنحاول أن نناقشها في هذه الظرفية المتميزة، كذلك بالدخول في المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للحجر الصحي، له كذلك أبعاد اقتصادية نظرا لمساهمة هذه المناسبة في حركية النشاط الاقتصادي خصوصا في العالم القروي، وله كذلك أبعاد روحية ودينية. سنناقش هذه النقاط مع ضيوفي الكرام الذين أنا سعيد بالترحيب بهم. دكتور عبد الرحمن بالمامون اللي هو خبير الصحة العامة. سي بالمامون مرحبا بك معنا. مساء الخير. مساء النور، شكرا لك. أستاذ علي بوطيبة هو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، مرحبا أستاذي. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك، شكرا على قبول الدعوة. ومعنا مباشرة من مكتب القناة بمدينة أكادير السيد إبراهيم الوجاجي، حاصل على دكتوراه في الشريعة، هو أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شق دار البيضاء. سي الوجاجي مرحبا بك معنا. مرحبا استاذ جامع، مرحبا بالساده المشاهدين وبالضيوف الكرام. بارك الله فيك، شكرا. نبدا بك سي بن مامون، دخلنا في المرحله الثالثه من رفع التدريجي للحجر الصحي، رغم واحد الوضعيه كيقول بانها مقلقه. كاين ارتفاع ولا تواتر في العدد ديال الوفيات، اليوم مثلا سجلنا خمسه، وهذه الايام تقول كلها خمسه اربعه خمسه. العدد الحالات الحرجه اللي في الانعاش كذلك يعني في تزايد. والظرفية العالمية مقلقة شوية، بعض الدول اللي رجعت للحجر، برشلونة، عدد كبير من الدول. وهذا واش أنت كتقاسم هذا الانطباع بأن الوضعية مقلقة؟ أولا شكرا على الدعوة للمشاركة في هذا البرنامج القيم. وصحيح أننا دخلنا في المرحلة الثالثة من تخفيف القيود للحجر الصحي، مع يعني التركيز على أهمية الحفاظ على استعمال التدابير الوقائية كالكمامة والتباعد الجسدي وتدابير أخرى مهمة. ولكن مع ذلك المغرب أبقى على يعني حالة الطوارئ الصحية، وهذا قرار يخول للسلطات العمومية اتخاذ القرارات الاستثنائية التي تمليها الوضعية الوبائية. وعلى ذكر الوضعية الوبائية، نعيش في الحقيقة هذه تقريبا منذ أربعة أسابيع نعيش على وتيرة ارتفاع عدد الحالات، خصوصا في بعض المدن، بعض المدن اللي كتعرف كثافة سكانية، وكذلك ارتفاع حتى حالات الوفيات. وهذه حالة ما كتخص غير المغرب، ففي الحقيقة عديد من دول العالم كتعيش هاد الوضعية هذه، وفي افريقيا كذلك، كجنوب افريقيا مثلا هناك غانا، هناك كينيا، وكذلك الجزائر ومصر، مع تباين يعني في نسبه الوفيات. وهذا هو في الحقيقه كنا كنقولوا الى حدود الاسابيع الاخيره انه من حسن حظنا ان عدد الوفيات محدود، ولكن تقريبا هذه ايام يعني ولات تقريبا كل يوم ما بقاش صفر حاله، خمسه اربعه خمسه. ولكن عاوتاني ملي كنقراو هذا الرقم مع عدد الحالات، ففي الحقيقه نسبه الوفيات ما تغيراتش بشكل كبير، بالعكس هناك كان هناك تراجع ديال عدد الوفيات منذ بدايه الوباء الى يومنا هذا، ونحن الان امام رقم اللي ماشي مقلق بزاف، لان تقريبا عندنا 8 ديال الوفيات لكل مليون. نقدروا ما نصوش مقلق، ولكن مثير للانتباه. مثير للانتباه حقيقه. واضح. خلينا نمشي عند الاستاذ بوطيبه. عيد الاضحى اللي كنتكلموا عليها استاذي يعني يحل في الظرفيه الصحيه اللي فصل فيها الاستاذ بالمامون، مازال غادي يفصل فيها. كانت بعض المطالب بالغاء العيد، اولا لان بعض العديد من الاسر يعني عدم انهاك الجيوب ديالها، لان كاين اللي فقد العمل ديالو، كاين اللي في مرحله يعني حرجه. ولكن انت عندك وجهه نظر اخرى، انه ربما العكس تماما هو اللي خصنا نديروه لمجموعه من العوامل اكيد تفصلنا فيها. وعلاش في نظرك بعد التخوف واش مبرر ديال لا ما نحتفلوش بالعيد؟ واخا سي جامع، قبل ما نجاوب انا لابد من الاعتزاز والتنويه بالخطه الاستباقيه لصاحب الجلاله اللي مكنت المغرب من تفادي كارثه، وهذا بشهاده الجميع.
وهذه الخطه هذه اللي وضعات، وهذا هو المحور نيت ديال علاش انا فضلت العيد. المحور هو ان اول مره كان كيبان لنا بان كنفضلوا الانسان على الاقتصاد، لان سي وللاسف هذه الجائحه عرات واحد الواقع اللي هو اقتصادي واجتماعي هش اللي غادي نهضروا عليه في من بعد. علاش ماشي مبرر؟ لان اولا اللي خصنا نعرفوا هو ان كاين مبدئين كيتعتمد عليهم الاقتصاد. المبدا الاول هو مبدا الحريه، والمبدا الثاني هو مبدا ديال لو بيانيتر والراحه النفسيه. ما يمكن ليش كيف ما كان النوع ديالي نقصي انسان انه بغى يعيد ولا ما بغاش يعيد. ثانيا خص اي حاجه، اي تطور، اي منتوج صناعي، اي نظام خصو يوصل الانسان الراحه النفسيه. وحنا كمؤسسات دوله او جمعيات خصها توفر دو غارونتي هاد لو بيانيتر للمواطن. فهذا مبدا الحريه ومبدا احترام الاخر ما يمكنناش نقصيو العيد. من ناحيه الاقتصاديه وانهاك جيوب المواطنين خصها تكون عندنا نظره شموليه، لان كنظن ان هذوك الاخوه اقتصروا على المدينه، فكر المدينه، لان الناس كي عندهم واحد الاجره وعندهم مياومين. حقيقه الكورونا قهرات جيوب المواطنين، سقطوا الناس اللي عندهم علاقه مع ديريكت مع الزبون، المورين القهوي، المورين الله يحسن العوان. ولكن ما ننساوش بان هذاك الفلاح عنده اسبوع في العام، سقطوا الناس اللي كيديروا تربيه المواشي. وهذه الجائحه عندنا واحد 3 مليون ديال الناس اللي في راسينيسيس، عندنا واحد الناس اللي راه ميد من 34 مليون، راه ما كاينش الناس اللي كيشكيو دابا ما عرفناهمش شكون هما. للاغلبيه كاينين في الباديه، هما هاد الناس هادو، هما هاد الكسابه، هما هاد الرعاة، هما هاد اللي خصنا نورمالمون نعاونوهم في هاد الجائحه هادي. حنا السي جامع كي قال الاخ حنا راه في حرب، واخا ما كنشوفوش العدو، وما يمكنش في حرب نخرجوا رابحين، وكاين ديما ان فور دو غير، واحد المجهود حربي، مجهود حربي كنخرجها من الكرشي وكنعطي للناس ينو غادي نموتوا كنا. هذا المجهود الحربي ما غادي نعيدو. اش كيتسنى الفلاح؟ كيتسنى ناوت داخل سبتمبر، ما نساوش بان دوزنا سنه ديال الجفاف. هاد الناس ما خداوش الدعم لان ما يستون با ايماتريكولي، وهذا موضوع اخر نقاش اخر ندوي عليه من بعد. اش نخليو البهايم ديالهم في لحوم ويدخلوا للمدينه؟ حنا باقي ما فكيناش مشكل ديال المدن الهامشيه، نزيدوا مشكل على مشكل. كاين هاد العوامل خلينا غنخصوا فيها السي بوطيبه. معلقه مع ما قلتيه انه واش يعني كاين شي حد كيجبر شي حد انه يقتني الاضحيه ويذبحها، وهذا مع هذا المطلب هذا. خلينا نسول السي ابراهيم الوجاجي من وجهه نظر الشرعيه. السي الوجاجي الحبه ديالو تبسط لنا الحكم ديال هذه اضحيه العيد، لان كتكون عليها واحد الهاله واحد الحديث وتضخيم، عدد الاسر كيضخموها بشكل كبير، ولكن ربما العدد القليل اللي كيعرف القيمه ديالها ولا الحكم الشرعي ديالها. صحيح استاذ جامع، بسم الله الرحمن الرحيم. هي المساله فيها احكام شرعيه وليس حكما شرعيا واحدا. وهذا الحكم يتعلق بالمكلف، يتعلق بالسياق العام، ايضا يتعلق بعموم المواطنين الميسورين. ما الذي اقصده لكي يفهم كلامي على نحو واضح، هو ان المساله الاضحيه بالنسبه للمواطنين ليست بالنسبه للمكلفين ليست ركنا من الاركان كما كيعرفوا اركان الاسلام كيعرفوها كاملين، ليست فرضا يعني مما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، وانما هي تتارجح بين السنه المؤكده، يعني السنه العينيه المؤكده التي تجب على كل فرد، والسنه الواجبه. احنا فقهاؤنا المالكيه كيقولوا بانها سنه مؤكده. هذه السنه المؤكده يعني اكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. كاين بعض الفقهاء كيقول لك بانها راها واجبه، ولكن هذا هو الحكم العام. ولكن اذا غنبسطوا الامور ونقربوا للمواطنين اكثر، يعني راه كل مستفتي له حكم خاص به، لان المفتي الان لو عرضت عليه اي نازله راه ما يمكنش انه يعطينا حكم عام يسري على الجميع، لا، وانما لابد ان كل مستفتي يتعلق به حكم شرعي. اذا احنا الان بالنسبه للفقير لا تجب عليه، هذا إذا كنا نبحث عن حكم شرعي، والبعض ربما يبحث عن حكم اجتماعي أو مجتمعي. إذا لا تجب عليه إطلاقا
بل عند بعض الفقهاء كيقولوا بانه يكره ان كانت تجحف ماله، بمعنى الا ما كانش عنده فضل المال، ما كانش ميسور، ما كانش عنده باش يشتري. بعض الفقهاء افتوا قالوا ممكن انه يتسلف، وبعض الفقهاء قالوا حتى داك السلف ما يمشيش له ولو كان سلفا او كان قرضا حسنا. اذا هذا ما يتعلق بهذا المكلف الذي يريد ان يضحي. بالنسبه نحن الان في هذه الظروف الاستثنائيه كاين نظر اخر، بمعنى ان النظر الفقهي هنا سيتغير، لان احنا في دور يمكن نقولوا مثلا في نظريه ديال الجوائح ستتغير هذه الاحكام، خصوصا بعد هذا الحجر الصحي سننظر بنظر مآلات او بنظر مصالح ومقاصد، بمعنى ان الناس الان يحتاجون الى هذه الفرحه، الى هذه الفرحه ديال العيد اكثر، وان نوسع على الناس في هذه الظروف التي وقع الناس في حرج كبير. وبالتالي في الشرع كاين حلول شرعيه كثيره، بما ان المغاربه ابانوا خلال هذه المرحله على انهم كانوا في المستوى المطلوب، وكان بشهاده الصحف العالميه ووسائل الاعلام، يعني الكرم والسخاء كان واضح جدا. يعني كنظن بان الميسورين الان هم في مرحله حساسه وسيسجلها التاريخ، وخصهم يكونوا بجانب هاد الفقراء. وراه كاين حلول شرعيه يمكن ان نتحدث عنها فيما يتعلق بالاشراك مثلا في الاضحيه وفي الاجر، ويقسم معاه اذا ما كانش عنده استطاعه انه يشري الاخرين باش انهم يضحيوا. اذا هكذا عموما هو الحكم الشرعي. غير هو اننا كيفاش وصلنا لهذه المرحله، راه كان عبر سيروره تاريخيه، يعني هذه المباهات. راه حتى ابو ايوب الانصاري اللي هو صحابي جليل انه قال كان الرجل منا يضحي بالشاة عن نفسه وعن اهله، ثم تباهى الناس بعد ذلك، قال ثم صارت مباهة. إذا الحكم الشرعي بمعنى يجب أن نجدد الآن هذه العلاقة بين المكلف وبين هذه الشعيرة الدينية، باش يكون فيها إخلاص لله عز وجل، ونسترجع هذه القيم الروحية والتربوية المرتبطة بها. واضح، غادي نرجع لك السيد الوجاجي. خليني نمشي عند السيد المامون. ملي كنتكلموا على عيد الأضحى كنتكلموا على واحد مستجدات، أولا التنقلات، يعني ما بين المدن، ما بين العالم القروي والمدن، وهذا ما بين مكان اشتغال الناس والأسر ديالهم. كنتكلموا على الازدحام في الأسواق. شنو في نظرك أنت المخاطر اللي الصحية اللي ممكن تنجم على هذه المسائل؟ هو في الحق السؤال وجيه، ولكن الإجابة عنه لابد أن نوضحها للمشاهدين، يعني طريقة العدوى. لان العدوى هي تتم من اشخاص يعني مصابين او حاملين للفيروس لاشخاص اصحاء، يعني عبر الانف ولا عبر الفم، عن طريق السعال والعطاس والكلام. وهذا العدوى هي في الحقيقه تعرف الذروه ديالها تجمعات، يعني البشريه اللي كتكون كثافه سكانيه، وهذا ما يمكن ان يسري في الاسواق. وكيمكن كذلك تعرف الذروه ديالها، وهذا اللي كنعيشوا دابا الان في واحد العدد ديال المدن، هي في الوحدات الصناعيه، يعني اولا المؤسسات الانتاجيه بشكل عام، التي لا تتوفر على الشروط، على الحد الادنى من شروط السلامه الصحيه. وفي هذه الحاله هذه كتبقى الوقايه هي اللي كيمكن لها تحمي المواطن. واساليب الوقايه راه كنعرفوها، راه تكلمنا عليها مرات، غادي نذكروا بها مره اخرى، وغادي نذكروا بها من باب المساله ديال الكمامه، وقلناها وذكرنا بها. وكذلك التباعد الجسدي، انا كنركز بزاف على التباعد الجسدي، لان التباعد الجسدي هو اللي كيمكن له. كاين واحد النقطه معلقه مع التباعد السي بن مامون، مثلا الان في هذه المناسبه معروف بان العدد الكبير ديال مثلا ديال الساكنه النشيطه اللي كيخدموا كينتقلون مثلا للبوادي كيشوفوا والديهم وجدودهم. نعم. وهذه هي الفئه الهشه اللي كنتكلموا عليها، كبار السن اللي ضحوا هذه 4 شهور وهم ملتزمين بالحجر الصحي، وكذلك اغلبيتهم يعني ملي كتفوت 60 70 كانوا امراض مزمنه، فربما الخطوره هنا بشكل كبير. وما يمكنلكش الناس يعني في المناسبه العيد تحيي اليوم انه شي كيعنق شي بوس هذا. وطبعا خصنا نوفقوا دابا الان، نقدروا نقولوا واحد عيد اضحى استثنائي، عيد اضحى استثنائي، وخصنا نوفقوا ما بين مجموعه ديال الاشياء. حنا بغينا نعيدوا وبغينا نزوروا الاحباب ديالنا، وهذه فرصه اعتقد بانه فرصه سنويه لواحد العدد ديال المواطنين كان كينتظروها. اذا خصنا يمكننا نقوموا بهذه العمليه هذه، ولكن خصنا نحافظوا كذلك على صحة وسلامة الناس اللي أكثر عرضة للإصابة بخطر
العدوى بالحالات الحرجه. نعم، خلينا نشوف السي الوجاجي بعلاقه مع النقطه السي ابراهيم الوجاجي، انه كنعرفوا انه في الدين كاينه يعني ضروريات خمس، وهذا الشيء تكلم عليه السي بن مامون، داخل في حفظ النفس، يعني هذوك الناس سواء اللي غادي نمشيو نزوروهم ولا مثلا الناس نيت اللي كيمشيو للاسواق وهذا، فهاد الاحتياطات اللي غنتكلموا عليها داخل من باب حفظ النفس. اذا بغيت نسولك من الناحيه الشرعيه، مساله حفظ النفس وشعيره عيد الاضحى، لمن تعطى الاولويه؟ هنا بالنسبه لواحد التدقيق ضروري من الاستجامع، وانه لانه ما كنتصوروش التعارض والترجيح الا بين مستوى واحد. مثلا نفترض ان هذا التعارض وهذا الترجيح ممكن يكون بين الكليات، يعني بين الضروريات الخمس، ممكن يكون بين الحاجيات، ممكن يكون بين التحسينيات، ولكن ما يكونش مثلا بين الضروريات والحاجيات، وما يكونش ما يمكنش يكون ما بين المقاصد الاصليه والمقاصد التبعيه. وهكذا دواليك. بمعنى الان احنا في اطار التدابير الاحترازيه التي يلزم ان نتقيد بها، عندنا اشكال هو انها تتغيى حفظ النفس. تتغيى حفظ النفس بمعنى احنا كنهضروا على مقصد ضروري، على واحد من الكليات ديال الشريعه الاسلاميه. ربما ساذكركم بان البيان ديال المجلس العلمي الاعلى كان تطرق لهذه المساله في الفتوى ديال الاغلاق ديال المساجد، بان حفظ النفس مقدم على ما ذكروه الان. بالنسبه للشعيره ديال عيد الاضحى، هي من الدين، وكما اشرت قبل قليل بانها سنه مؤكده، والبعض يقول بانها سنه واجبه، وفي الاثر ان ابا بكر وعمر ما كانوش كيضحيوا، علاش؟ باش لئلا يراها الناس واجبه. اذا احنا هنا السي جمع الاولويه كتعطى لحفظ النفس، ولكن لابد ان نشير الى واحد المساله هنا، ان الناس يتهورون وما كيعطيوش قيمه لهذه الاحترازات، علاش؟ لانه ما كيعتبرهاش داخله في الدين، وهذا غلط. راه هي داخله في الدين، كثير من القوانين الان، مثلا قانون السير مثلا، راه هو داخل في الدين، لان المستند ديالو هو المصلحه المرسله. وربما هذا الانسان ممكن انه يؤدي الاخر ويكون سبب في الوفاه ديالو، وبالتالي هذا الاداه ديال الاخر يتعلق بها حكم شرعي، وبالتالي هو كيتحمل مسؤوليه شرعيه. لا اتحدث عن المسؤوليه القانونيه والمسؤوليه الاخلاقيه، ولكن فيما بينه هو وبين ربه، وبالتالي سيحاسب على ذلك. اذا ما الذي ينبغي ان نتحدث عنه الان السي جامع؟ هو ان نتحدث عن التوفيق، بمعنى كيف نستطيع اليوم ان نوفق بين حفظ النفس وبين اداء هذه الشعيره الدينيه كما شرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنه ابينا ابراهيم عليه السلام، وفي اجواء من الفرح دون اداية الاخرين، وفي نفس الوقت أن نحقق واحد المقصد اخر ديال المقصد ديال العيد، ديال العيد في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد امرنا بان نوسع على العيال، وان نوسع على الابناء وعلى الاهل في هذا، وان نترك الناس يفرحون. لماذا؟ لان الدين ديالنا فيه فسحه سي جامع. واضح. سي بوطيبه، رغم هذه المخاطر كلها اللي تكلمنا عليها، انت كتعتبر في التصريحات الصحفيه مؤخرا ان الاحتفال بعيد الاضحى سيرتو في هذه الظرفيه هو ضروري، وكيدخل من باب التضامن مع واحد الفلاح اللي بقى خدام في الحجر الصحي ووفر لنا الغذاء اللي بقينا به، لان المستلزمات يعني الفلاحيه كانت موجوده في المغرب كله. هذا الجائحه كورونا عطتنا دروس، ومن هذه الدروس اللي عطتنا هو من مشينا كنتبضعوا السلع، مشينا لما هي اساسيه، ما مشيناش خدينا القوامج، خدينا المسائل اللي كناكلوا. وتصور كون كان المغرب كيستورد كل الحاجيات ديالو، داير حنا كنا درنا ملاحظه بان الاثمنه ما تغيرات، بالعكس كاين شي اثمنه ديال المواد الاساسيه نقص الثمن ديالها، بان بان هناك دوله قويه وهناك فلاح اللي داير يبوك. كاين بزاف ديال البؤر فلاحيه، هاد الناس ضحاو بالصحه ديالهم، ضحاو بالوقت ديالهم باش يمكنونا ناخذوا مواد. كاين هاد التضامن، ما يمكنش حنا نردوا لهم هاد الجميل باننا ما نعيدوش. يعني هو دار ضحاو، حتى حنا خصنا ثانيا اللي خصنا نعرفوا هو ان الفلاح راه هو الحلقه الاضعف، والانسان المغربي راه ماشي مرتبط اقتصاديا بالباديه بطرق اللي هي علميه، راه حنا مرتبطين وجدانيا بالباديه. راه ملي كتصب الشتا كيكثر الطلب، ما عنده حتى علاقه بالاقتصاد، هذا علاقه بالانسان المغربي كيفاش كي وهذه مساله مزيانه. وهذا الفلاح هذا
اللي اذا ما ضمناش معاه راه ما عندوش مواريد، راه ما كاين حتى مورد من غير خصوصا في هذه السنه اللي تكلمت عليها اللي كانت جافه. واخا عمليا شحال ديال الرواج كمية من ناحيه الكميه اللي كتخلقوا مناسبه عيد الاضحى في عالم القرويه؟ السنوات العاديه كتمشي بين 13 مليار و 15 مليار ديال الدرهم، واحد 1500 مليار ديال السنتيم اللي كتمشي من المدينه الباديه، هادو ديريكت مال داكشي ما هو دوك المهن البسيطه بحال كي هذا كيمضي الماس، هذا كيدير التنقل، كينقل في تريبورتور، هذا عنده هوندا، هذاك الشيء كتمشي تقريبا واحد كتزاد واحد 1.3 تقريبا كتمشي لواحد 2 مليار ديال الدولار اللي كي الرواج ديال عيد الاضحى اللي دابا حنا في هذه اللحظه هذه محتاجين للدرهم، ماشي حنا الدول العظمى محتاجه للدرهم، عاد باش تقريبا 2 مليار ديال الدولار اللي خسر. راه تقول لي كاين ناس ما عندهمش، هذا متفقين 1000%. وكما قال السي الوجاجي انه ما عليهمش حرج انهم، ولكن من واجب يعني في التضامن انه جهات اخرى تتضامن معهم. واخا سي بن مامون، دائما كيضطر لنا هذا ملي بدات هذه الجائحه الترجيح ما بين ما هو صحي وما هو اقتصادي. واش نضحيو شويه ما هو صحي باش نقلوا الاقتصاد، ولا نزيروا صحيا ولكن نتكبدوا خسائر اقتصاديه؟ بوصلنا واحد المرحله اللي ربما خصنا بجوجهم ولكن بتوازن حتى لا يتضرر الجانب الصحي ويبقى النشاط الاقتصادي كذلك الحد الادنى ديالو مستمر. هي معادله ما سهلاش. صحيح ان المعادله ما سهلاش، ولكن اعتقد بان دابا الزمن الان هو زمن اقتصادي. اعتقد بانه المغرب راكم من 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 التجربه ما يكفي باش يمكننا نواجهوا يعني ما تبقى من هذا الوباء، ولكن هذا لا يعني اننا خصنا نفرطوا في الصحه ديال المواطنين. والان دابا الان وصلنا لواحد المرحله اللي ان المسؤوليه هي مسؤوليه جماعيه، دابا الان مسؤوليه طبعا الدوله ولكن مسؤوليه كذلك حتى المواطنين. الدوله قامت بحملات تحسيسيه وضحت يعني الاشكاليه بما يكفي من 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 يعني من 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 العمل، ولكن دابا الان خصنا ما لاحظتش بان شويه واحد النوع ديال التراخي عند المواطنين هذه الايام الاخيره، مثلا غير في قضيه الكمامه يعني كانت ربما في الايام الاولى كانت نسبه كبيره، الان مع مرور الايام غدا وكتقل. هو واش اكراه فصل الصيف؟ واش هو في الحقيقه هو الجواب على هذا السؤال صعب، صعب جدا. لانه بالفعل كاين هذا المساله هذه لاحظناها بشكل كبير، ولكن صعيب اننا نربطوها بواحد المساله معينه. فاعتقد بان كاين مجموعه ديال الاشياء اللي كيمكننا يعني يمكننا نشرحوا بها هذه المساله. فاعتقد بان يمكن تكون اراديه، وان كاين واحد المجموعه ديال المواطنين من بعض ارادتهم ما كيستعملوش هذا القناع الواقي انطلاقا من الحريه وكذا، ولكن كذلك يمكن نربطوها كذلك بغياب وعي لدى واحد مجموعة من المواطنين بخطورة المرحلة. ولكن كاين ذلك شرح ثالث، يمكن كاين هناك خلل في المنظومة التواصلية يعني لشرح الأهمية ديال هذا، لأن يمكن كاين خلل في المنظومة التواصلية اللي كتحملها السلطات العمومية، واللي المواطنين يمكن مازال ما استوعبوش الخطوره ديال الامر بجديه. طيب كنا كنتكلموا على التنقلات الخطوره ديالها كاين الصحيه، ولكن كاين كذلك المكاسب ديال الاقتصاديه. يعني كنتكلموا على السياحه الداخليه والتنقل بين المدن، واش شنو هي الاهميه ديال هذه التنقلات وهذه السياحه الداخليه سي بوطيب؟ حيت دابا العيد كنسميوه حنا العيد الكبير، راه كاين اللي كيسافر في العيد الكبير. الناس اللي انا كبرت في الدار البيضاء كاين اللي خدام العام كله كيمشي في العيد الكبير عند العائله ديالو. هادي دونك كلشي للترقل لبعض القرى اللي كتنتعش، لان كيجيو الابناء ديالها من المدن الكبرى. ثانيا كاين دابا الى دون على السياحه الداخليه كانوا بعض لي الفنادق اللي كيديروا هاد العروض ديال العيد الكبير، وهذا راه محبذه في هذا الوقت هذا اللي ما كايناش السياحه الخارجيه، لان كما كتعرفوا من الحدود مسدوده وعلى الاقل وبراتيكمون دابا لي زوتيل راه من شهر ثلاثة وبا واقفين، راه كيشكي واحد مناصب شغل اللي كانت مناصب كبيرة، وحتى في ذاك هذوك لي كيد اللي راه القطاع كله اللي خصو يتحرك بهذه المناسبة ديال العيد. لا ما هو تقليدي
الزيارات العائليه لا ما هو منظم في لي زوتيل لي زوبيرج، هذا كله كيدخل في اطار التضامن، لان خصنا نخرجوا من هذه الازمه باي وجه كان. كاين الخطر كي قال السي استاذ ديال المرض، ولكن راه اقتصاديا راه حنا كندويو دابا على ناقص 5% ديال الناتج الداخلي، راه الا زدنا بهاد التصرفات راه غادي نوصلوا فرنسا كدوي على ناقص جوج ديال لي شيفر، ناقص 15-16%. اذا فرنسا تقدر تستوعب لان عندها تكنولوجيات، عندها ودول كبيره، ولكن حنا ما نقدروش نستوعبوا اقل من 5%. غنوليو نهضروا على السكته القلبيه، وما كنظنش ان الاقتصاد بهاد الشركات بهاد المنظومه اللي عندنا دابا نقدروا نخرجوا منها قبل من 2025. وما كنتمناوش حنا هذا السيناريو هذا نوصلوا ليه في هذا الوقت هذا، لان بينا على واحد التضامن. راه عطاتنا درس كورونا، كان واحد الانسجام بين كل المغاربه، نكملوا على التعبئه ونتعاونوا، كل واحد يتعاون من جهته باش نخرجوا من هذه المشكله. سي بالمامون، هذه القضيه ديال الكلمه ديال التراخي ديال بعض المواطنين، وربما النسبه غادا في ارتفاع، واش ما كتشوفش بالنسبه للارقام مثلا اللي كيداولها الاعلام على حاله الاصابات والقتلى والحالات الحرجه، ربما اصبحت يعني معطيات يعني مالوفه وعاديه، بحال ملي كنتكلموا مثلا على حوادث السير ولا لا تزعج احد، واش ما كتشوفش بان هذه الطريقه ربما باش كتعطي هذه المعطيات، وماشي غير في المغرب يعني في العالم كله، اصبحت من الامور العاديه والبديهيه ولفوا بها الناس؟ هو صحيح، انا كنعتقد بانه خصنا نعيدوا النظر يعني في الاساليب التواصليه مع المواطنين. وطبعا قلت بانه الزمن هو زمن الان الاقتصاد، ولكن هذا ما يمنعش اننا نستمروا في الشرح للمواطنين بالدقه ديال هذه المرحله، ونوصلوا لهم ونخبروهم بكل المستجدات المتعلقه بهذا المشكل، لان بالفعل كاين تهاون من طرف واحد العدد ديال المواطنين. وانا كنعتقد بانه كنربط العدد ديال الحالات الان اللي هو بشكل تصاعدي بهاد المساله هذه. داكشي باش انا كنقول خص لا المؤسسات ولا المواطنين، خصنا نعاودوا نعيدوا النظر الطريقه ديال التعامل ديالنا مع هاد الازمه، ونرفعوا من الدرجه ديال التاهب ومن الدرجه ديال اليقظه، وحط المواطنين على انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. وراه كتبقى الوقايه هي الاساس، لان في حق التكلفه ديال المرض والتكلفه ديال العلاج راه باهظه، ولكن الوقايه راه كيمكننا نحميو نفسنا باساليب يعني بسيطه جدا اللي ما كتطلبش امكانيات كثيره. فالكلفه ديال 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 العلاج راه باهظه، وانا كنعتقد بانه في المستقبل خصنا نراهنوا على هذه المساله هذه، اننا خصنا نكرسوا هذه الثقافه ديال الوقايه، لان الثمن ديال العلاج راه كبير بزاف، وراه ما كيمكننا باش نحميو نفسنا، لان الامراض هي موجوده، وهذا الفيروس غادي يمشي وغادي يجيو فيروسات اخرى. فلذا انا بالنسبه لي الثقافه ديال الوقايه والثقافه ديال استعمال كل الاساليب التي من شانها تتردد منها سميتو خصها ترسخ وترسخ. حتى واحد المساله اخرى اللي باغي ناكد عليها في هذا اللقاء هذا، وان خصنا نقروا بالاولويه ديال الوقايه على الاولويه ديال المقاربه الوقائيه على المقاربه المستشفائيه والعلاجيه. خلينا نمشي للسي ابراهيم الوجاجي، نسولو في واحد النقطه بعلاقه مع عيد الاضحى واللي كنتكلموا عليه، الجوانب الاقتصاديه ديالو الصحيه. واش انت متفق مع من يقول بانه عيد الاضحى انتقل ما بقاش شعيره دينيه، ولا يعني طقس اجتماعي فيه عنده كذلك ابعاد اقتصاديه من رواج وهذا؟ وإلا كنتي متفق معاه، باش كتفسر هذا الانتقال من 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 الطقس يعني الديني التعبدي اللي عنده غايته يعني عنده يعني الامور اللي شرحتيها، الى طقس احتفالي اجتماعي اقتصادي؟ سؤال وجيه استاذ جامع، ولكن هذا انا في نظري ممكن ان ننظر اليه من زاويتين. كاين الزاوية الأولى أنها كتبقى نظرة سطحية، وكاين الزاوية الثانية هي نظرة عميقة جدا، وهي نظرة فقهية أصولية واجتماعية أيضا، لأنها تراعي السياق. أفصل هذا بما يلي: أننا الآن ممكن
الخطاب المتطرف ولا الخطاب الأصولي أنه ممكن يفسق الناس ويبدعهم، لا الناس كيشريوا فقط للمباهاة، وأن هذه الأسرة تبحث عن هذا الكبش الأقران السمين إلى آخره. إذن هذه ديك الزاوية اللي قلت لك أنها سطحية، وكنسمعوا هذا الخطاب التفسيقي والتبديعي بكثرة، ولكن ما ننسوش من زاوية أخرى اللي هي الزاوية العميقة، أنه راه ماشي سهل أن تكون عندنا شعيرة دينية متجدرة في المجتمع، وهذا مكسب كبير جدا في ما يتعلق بالتدين، لأن عندنا تقارير ديال التدين ديال المغاربة سواء الوطنية ولا الأجنبية، يعني كتكون تعبر عن نسبة يعني فيها تفوق ديال الشعب المغربي، ولكن في التدقيق في هذه المسألة لابد من إعادة النظر في هذه النسب. إذا في الزاوية الثانية اللي ذكرت لك بأنها عميقة جدا، ان هنا فين كيكون التدخل مثلا ديال المسؤولين على 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 الشان الديني، مثلا الدور ديال المجالس العلميه والاعلام عموما والمدرسه الى اخره. يعني اننا الان هذه الشعيره اللي تحولت الى طقس اجتماعي وتجدر، بمعنى لن ينزع من هذا المجتمع. اذا هنا التدخل هو تدخل، اسمح لي نستعمل هذه المفرده، انه تدخل جراحي معقد جدا ودقيق جدا، ماشي نديروا التدخل ديال الخطاب المتطرف اللي هو بحال العلاج الكيميائي اللي ممكن انه يقتل الخلايا الحيه والخلايا السليمه والخلايا المريضه. لا، هنا كنمشيو في نشتغل فيما يسمى بتجديد التدين، يعني سنجدد تدين الناس، سنربطهم بهذا ليبلوكم ايكم احسن عملا، بمعنى العمل ان يكون خالصا وصائبا لله عز وجل. اذا هذه المساله التصحيح ديالها بسيط، ولكنه في نفس الوقت انه معقد، لانه لابد ان نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم المجتمع جيدا، ثم نجدد من خلال هذا الفهم العميق. يعني وما ينطبق على هذه الشعيره ديال عيد الاضحى ينطبق ايضا على كثير من الشعائر. الشق الاخر من السؤال ديالكم سي جامع، هو ان المغربي كما قلت قبل قليل فيما يتعلق بالحكم الشرعي، وقلت بالتوازي يبحث عن الحكم المجتمعي او الاجتماعي، راه هو غيضحي. وخا تعطي فتوى كتقول لي بانه راه ما لا يلزمك وانه لا يجب عليك، ولكن هو غيضحي. هنا فين كاين الان التدخل ديال هذا الجانب الإحساني، وأننا نخفوا على هاد الناس. لماذا؟ لأن قلت قبل قليل نحن الآن نعيش ظرفا استثنائيا، والمغاربة قد خطوا هذه الملحمة بمداد الفخر، ولا بد أن يواصلوا في هذا الاتجاه، لأن التضامن الآن صار واجبا، أستطيع أن أقول أنه صار واجبا عينيا على البعض. لماذا؟ لان الهامش الفقر كما تفضل الاساتذه انه اتسع، وكنعرفوا بان الناس فقدوا الموارد ديالهم، ولا قلت الموارد ديالهم، فقدوا مناصب الشغل ديالهم، وبالتالي ممكن ان من خلال مساعده الاسر في هذا الجانب. ما عاد الى السي الوجه ربما انقطع، كان هناك انقطاع وانت في انتظار باش نرجعوا ليك. هذه القضيه ديال التضامن السي بوطيبه اللي شار لها السي الوجاجي مشكورا، وغادي نرجعوا ليه بعد ما يتعالج الخلل التقني. انت كتركز عليها كثير وكتقول بان السياق ديال هذه السنه ربما هنا التضامن خص يبان اكثر ما بين الطبقات الاجتماعيه، ما بين المدينه والقريه، وكاين اللي كيقول الاهميه ديال الدوله، ديال الحضور ديال الدوله الاجتماعيه. لا لان شوف، ملي وقعت كورونا اول حاجه وقعت سدوا الحدود. إذا ما يمكنش دابا أي مصنع في المغرب يعتمد على ممول بعيد عليه ب 15,000 كيلومتر. إذا دابا كما قال السي الأستاذ الكريم، ما عارفينش حنا إمتى غتجي الموجة الثانية ولا الموجة الثالثة. إذا خصنا نرجعوا ليكونومي لوكال، غنرجعوا للممول قريب لينا، وهذا ليكونومي لوكال غادي نضطروا في المغرب كجميع الدول اللي متقدمة أن في أي منطقة يولي فيها الصناعي، يولي فيها الفلاحة متقدمة، يولي عندنا واحد الإيكوسيستم متطور. علاش كنأكد على التضامن من غير الجائحة؟ لأن ما يمكنناش نطوروا من غير اقتصاد تضامني، وهذا هو تجربة اللي داروها بزاف ديال الدول الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا ونجحوا. ما يمكنش المغرب مثلا، كنعتذر على المثال، ولينا كنستوردوا حتى الشطابات، راه لا يعقل، كلشي مسدود، كندوي على العيد،
شحال من كتباع 5 مليون ديال الاكباش، هي 5 مليون ديال الجلد. ما يمكنش المغربي امبورتي الجلد وهو عنده 5 مليون كتلاح في القمامه اللي غتنعش الصناعه الاقتصاديه التقليديه اللي واكله العصا. عندنا واحد 4 ولا 5 مليون اللي كتعيش من الصناعه التقليديه. خصنا نرجعوا للاقتصاد هو اللي هو محلي ونطوروا ديك اليد العامله هي البسيطه اللي هي اللي ضرات في هذا ضرات بجميع. اولا ضرات لان ما عندهاش تغطيه، ما الدوله ما عطاتهاش الاعانات لان ان سون با ايماتريكولي، والضرات لان الهامش ديال الادخار عندها بسيط جدا، ناس مياومين، ناس حيت شنو الفلاح المشكل ديالو؟ تيخدم العام كله وتيجي واحد انترميديير وسيط الشناق، ما بغيتش نقول هذه الكلمه هذه. لا لا هذا مصطلح عادي في المجتمع المغربي، وتيربح كل شيء. ما يمكنش هنا، خص الدوله تدخل تحدم هذه الظاهره هذه. كيولي المواطن ضحيه الاثمان اللي هي غاليه، وكيولي الفلاح مسكين ضحيه لان العام كله كيمشي ليه لي فورتيلو على الشناق. كيجي واحد هو ماشي منتج ماشي مستهلك وكيهرسهم بجوج وما خاسر حتى حاجه هو، وانت حاجه بالعكس كلشي كيربح فيه، وتيبيع الحوله وتيبيع بطاطا وتيبيع كلشي وهادشي. ولينا كنشوفوا الشناقه في جميع المستويات، دخلوا حتى في شي دخلوا حتى في العلم، دخلوا في لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الشناقه ديال الدكتورات وديال لي تيز كاين كلشي لا اله الا الله. المهم نرجع لك السي بن مامون، هاد واش من السهل انه على الانسان اللي مولف يعني ملايين السنين انه كائن اجتماعي بطبعه، يعني كنتجمعوا وكنتلاقاو سواء في دور العباده في المقاهي في الزيارات العائليه، كتجي بين عشي وضحاها كتقول له التباعد الاجتماعي، غير بين قوسين حنا المحترمين التباعد الاجتماعي هنا كاين اكثر من 2 متر ما بيني والسي بن مامون وما بيني كذلك والسي بوطيبه. واش ما كتشوفش بان من الصعب انه من الكائن الاجتماعي كتولي تفرض عليه التباعد الاجتماعي، هو ما قد يفسر هذه الظواهر السلوكات اللي كنشوفوها. واغي طيب انا كنعتقد في ظل هذه الوضعيه يعني الصحيه الدقيقه، وفي ظل كذلك هذا الانتشار دابا الان الواسع للفيروس، واحتراما كذلك للرغبه ديال واحد العدد ديال المواطنين اللي متمسكين بالاداء ديال هذه الشعيره الدينيه، كنعتقد بان خصنا نوفقوا ما بين هذه المساله. انا بالنسبه لي يمكننا نعيدوا ولكن نخفوا شويه من الزيارات. انا كنعتقد بان الواحد يمكن يعيد هو وليدته، والزيارات يمكننا يعني نقوم بها اذا دعت الضروره، اذا كانت هناك ضروره مريحه لذلك. واعتقد ان كانت مجموعه ديال 5 حتى 10 ديال الناس اعتقد، وكان احترام ديال شروط الوقايه، كنعتقد يمكن واحد الدليل اللي صوبته وزاره يمكننا نخرجوا باقل الاضرار من هذه. كاين واحد الدليل صوبته وزاره الداخليه والفلاحه اللي في مجموعه التدابير والاجراءات واجراءات الذبح وهذا. والله جميله، انا طلعت على 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 ديك المذكره، ولكن كيفاش ممكن انها تطبق على ارض الواقع؟ يعني ما يمكنلكش عاوتاني السلطات تبقى حاضيه كل اسره كل فرد، هنا كيبقى ربما الوعي ديال المواطن. بالنسبه للاصوات اعتقد بانها راه تطبق، ولكن داخل الاسر هذه مساله اللي صعيب اننا نتحكموا فيها، ولكن اعتقد مازال عندنا الوقت اننا نكتفوا من تحسيس متوعيات المواطنين، وناكدوا على واحد المساله اساسيه، وخاصنا نحميوا كبار السن ونحميوا الناس اللي كيحملوا امراض مزمنه لانهم الاكثر عرضه الإصابة بحالات حرجة وحالات خطيرة اللي كيمكن لها تؤدي إلى الوفاة. إذن هنا مسألة ديال التوافق أعتقد بأنه مسألة مهمة. طيب في محور أخير هذا ديال التوافق، باش ندوزو للمسائل يعني العملية والرسائل والنصائح اللي ممكن نوجهوها للمشاهدات والمشاهدين. نبدأ بك السي إبراهيم الوجاجي، باش نوصلوا لهذه الغاية اللي كنتكلموا عليها كاملة، أنه مناسبة عيد الأضحى يعني لأبعادها الروحية ودورها الاقتصادي، وتمر كذلك بلا ما مراها تكون انتكاسه صحيه لا قدر الله. شنو الرسائل اللي تبغي توجه انت من وجهتك نظرك لعباد الله الناس المشاهدين اللي كيشوفونا؟ ممكن ان اتحدث او اذكر ملاحظتين. الاولى تتعلق بان التدابير الاحترازيه راه داخله في الاحكام الشرعيه، بمعنى ان الانسان يكون مسؤول امام الله عز وجل فيما يتعلق بمخالفتها التي يمكن ان تؤدي الغير. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلة الرحم.
صلة الرحم، وأنها الشريعة الإسلامية تحدثت عن فضائلها وأنها في البركة في الرزق وفي العمر وما إلى ذلك، والتحذير والوعيد، الوعيد من قطع الأرحام. هنا هذه المسألة أن صلة الرحم عندها صيغ كثيرة جدا. والأولى هو أن ما ننسوش هاد الناس الفقراء والناس اللي فقدوا يعني مناصب الرزق ديالهم وفقدوا الموارد الرزق ديالهم، أن صلة الرحم راح تكون ماديا، يعني بدون ما تكونش كاع جسديا، يعني نخفوا ما أمكن تكون بالمادة، أن الإنسان ممكن أن يصل رحمه عن طريق هذا التبرع المادي، يعني التبرع المالي، ممكن يصفت فلوس فهذا يعتبر دخل صلة الرحم، يعني بالهاتف يعتبر صلة الرحم. إذا لابد أن نراعي هذه المسألة ديال التباعد الجسدي. لماذا؟ لأن الإنسان الآن لو أسهم في انتشار هذه الجائحة وتأدى منه الغير، فهو يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. المسألة الأخيرة اللي ممكن تحدث عليها ما يتعلق بالتوثيق. صحيح سي جامع أننا مرينا من بزاف ديال التجارب فيما يتعلق بالأوبئة والطواعم في المغرب، ولكن ما كنوثقوش. واليوم كنعرف بأن الجامعات ومن الجامعة ديالنا دخلوا فيما يتعلق بتوثيق هذه الجائحة والآثار ديالها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وما إلى ذلك على المجتمع المغربي. وهذا من شأنه أننا كسبنا تجربة جديدة يفهموا بها الأجيال اللاحقة، يفهموا بها ما الذي حصل. إذا عيد الأضحى السي جامع هو مناسبة تربوية، مناسبة إيمانية قيمية باش نربطوها بهاد العشر الأوائل كلها. معذرة غادي نرجع لك، نقطع الخط مرة أخرى. من وجهة نظرك السي بوطيبة، الرسائل اللي تبغي توصل باش نوفقوا ما بين هاد 18 عاوتاني الحركة الاقتصادية، الفلاح يعني نرجع ليه شوية ديال الاعتبار باش باش يمول الدخول الفلاحي، لأن الدخول الفلاحي راه قريب شهر شو تنبيه. اللي خصنا نعرفوا هو أن ما كاينش شي دولة اقتصادية متقدمة وفلاح حتى ما متقدماش، ما كايناش. سويسرا، فرنسا، أمريكا، وأي نموذج تنموي جديد لابد ما يأخذ بعين الاعتبار أن البادية خصها تكون محور ديال التقدم. إذا هاد الناس في البادية خصهم هما الأولين يتقدموا، والتقدم ديال البادية راه كينعكس على المدينة. دابا هنا كنهضروا على الموين تيرم، على واحد المدى المتوسط والبعيد. المدى القريب خصنا نضامنوا مع الفلاح دابا، خصنا نعيدوا، خصنا ناخذوا الحيطة والحضارة ونقصوا، ولكن ضروري من أننا هذيك مليار و500 15000 مليار ديال السنتيم اللي كتمشي من المدينة خصها تمشي للبادية، رغم الظروف اللي كنمروا منها. وحنا كنا كنعرفوا شنو داز على الناس ديال المغرب، ولكن راه هذا هو لي فور دو غير اللي خصنا ندوزو. هذا هو التضامن اللي المغاربه بيان سور معروفين به، وخصهم يبقاو بهذا الروح هذه الوطن. سي بن مامون، شنو الاشتراطات ربما اللي صحيه اللي تجعل انه باش نوصلوا لذاك التوفيق اللي تكلمتي عليه؟ انا كما قلت في البدايه، دابا الان اللحظه هي لانعاش يعني المؤسسات الانتاجيه والمؤسسات الصناعيه، انعاش كذلك الشغل في هذه اللحظه الحرجه. على المستوى الصحي الوباء لا زال ساري، وحنا مطالبين الان باش نتعايشوا معه. قوتنا الان وان المغرب كان امامه خيار واحد، استعمل ذاك الخيار بذكاء وجنبنا البلاد عشرات ومئات الوفيات. إذا نحن مطالبين أننا نتعايش مع الفيروس، وتقدر هذه المسألة تستمر الأسابيع أخرى. أنا كنقول مازال نحن في الموجة الأولى، نقول مازالين في الموجة الأولى، لأن باش يمكننا نتكلموا على موجة ثانية خص الموجة الأولى تموت. إذن نحن في استمرارية للموجة الأولى، وتقدر هذه المسألة تستمر لأسابيع كثيرة. لذا وغادي نرجع لكل ما اللي مثلا شنو الرسالة اللي تبغي توصل لسيد المامون اللي كيرفض يدير الكمامة وكيقول لك ما لا يقال والو، كورونا ما كايناش. أنا الرسالة اللي باغي نوصل، كاين هذا الخطاب كيدور، الرسالة اللي باغي نوصل هو أن الفيروس كاين موجود الآن، والفيروس الفعاليه ديالو ما تغيرتش، وكاينه هضره انه ينتقل بالهواء عبر الهواء. الفيروس الفعاليه ديالو ما تغيرتش، الفيروس لازال مميتا وتيقتل الناس،
وغادي تلاحظوا معايا بان واحد الفتره كنا كنسمعوا وفاه واحده في اليوم او لا وفاه. دابا الان هذه تقريبا منذ اسبوع ما بين اربعه حتى الخمسه. وشباب كذلك الشباب الشباب في صفوف الموتى. وبغيت ناكد على واحد المساله، راه مع ارتفاع الحالات سوف يرتفع عدد الوفيات. ورغم ما يقال لاننا نريد ان نؤكد على ان بلادنا عدد الوفيات قليل وكذا، ولكن اعتقد كل 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 كل, كل وفاه راه مسؤوليه ديال ديال ديالنا جميعا وما يمكن نضبطوها الا بالطريقه ديال 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 التعامل ديالنا مع هذا المشكل. وداك الشيء بس انا كنأكد مرات اخرى على ضروره يعني احترام اساليب الوقايه والكمامه، هو عنصر اساسي في هذه المنظومه الوقائيه، ولكن استعمال الكمامه بوحده راه غير كافي. انا كنعتقد بان التباعد الجسدي حتى هو مهم جدا، اضافه كذلك الى غسل اليدين، وهذا هو السلاح اللي كنتوفروا عليه دابا الان. واش غادي يكون لقاح ولا لا؟ اللقاح راه كيطلب وقت كبير. حظنا كذلك هو ان البروتوكولات العلاجيه اللي اعتمدها المغرب بينت على النجاعه ديالها، وكل ما كيظهر جديد بالنسبه للعلاج الا والاطقم الطبيه كتستعملوا. واعتقد بان حتى المساله هذه خصنا ناكدوا عليها وخصنا انفسنا على هذا الشيء اللي قمنا به، ولكن راه الا ما التزمناش الحيطه والحذر، الا ما التزمناش الشروط الوقايه، راه يمكن نعيشوا لحظات حرجه، وهذه اللحظات الحرجه راه غادي تكون. كاين واحد النقطه ما تشرحهاش بزاف كنظن السي بن مامون بدا تشرح لنا، انه اغلب الحالات التي تسجل خلال الاسابيع الاخيره يعني حالات ما عندهاش اعراض، ما كاين تعرض من الاعراض، لا سخانه لا عطيس لا سعال لا اي شيء، ولكن رغم ذلك فهي حامله للفيروس وتنشره بشكل على نطاق واسع وبشكل خطير. واش نقدروا نقولوا بانه الا خرجت انا الصباح منظاري نخرج على افتراض بانه المغرب كله يعني موبوء وبانه خصني نحمي راسي؟ صحيح صحيح صحيح. انا الان راه انتقلنا من واحد المرحله اللي كانت المنظومه الصحيه في محلها والمريض هو اللي كيجي للمنظومه الصحيه. دابا الان انتقلنا لواحد المرحله بان المنظومه هي اللي كتبحث على لا 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 المرضى. وهذا يعني الفحوصات المخبريه اللي كنقوموا بها هي في الحقيقه تتمس الشباب او لا تستهدفهم، كتستهدف الشباب بشكل كبير. داك الشيء علاش في صفوف الشباب هو في الحق الكورونا منذ بدايته، وان الحالات يعني الحامله للفيروس واللي ما كدارش عليها اعراض كانت تمثل اكثر من 80% في جميع بلدان العالم. اذا هذه المقاربه الجديده اللي تبعناها وهاد الطريقه ديال الفحوصات المخبريه اللي كنقوموا بها في يعني في بشكل كبير بشكل كبير يعني ادت الى يعني الكشف على مجموعه من من من, 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 من المرضى. ولكن النقطه الخطيره في هذه العمليه هذه هو ان حامل الفيروس كيمكن له يؤدي، وهذا ما يحصل دابا الان في واحد العدد ديال البؤر وبالاخص في المدن، فهو مش المدن الكبرى لان كاين كثافه سكانيه، المثال ديال طنجه، المثال ديال الدار البيضاء، المثال ديال مراكش، المثال ديال فاس، وهذه هي البؤر اللي مازال مستمره. اذا راه الحل الوحيد دابا الان والسلاح الوحيد اللي بين يدينا هو الوقايه. والمساله ديال الكمامه من 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 ما نتعاملوش معها باستخفاف. نعم انا كنعتقد باننا ناخذ المساله بجديه، وراه هذا هو الوسيله الوحيده اللي كيمكن لها تحمينا. وراه مره اخرى رغم اننا نؤكد على ان الشباب ما كي ربما محميين من الحالات الحرجه، ولكن الشباب كذلك يموت هذا الاسبوع. هذا الاسبوع كان طاقم القناه في غربه الانعاش فاس، شاب 25 سنه الله يرحمه، كان طرحوا عليه بهذه المناسبه. صحيح. وكل ما حمينا كل ما ملي كنستعملوا الكمامه على نطاق واسع راه كنحميو نفسنا وكنحميو. خلينا نرجع السي ابراهيم الوجاجي يكمل الفكره ديالو، ثم اذا كانت شي رساله شرعيه نوجهها للمتهورين هذو اللي تكلم عليهم السي بن مامون الذين يتهورون يعني ويستسهلون الامر. مرحبا سي جامع. هو كنت باغي نهضر على واحد المساله فيما يتعلق بهذا التهور، اللي هو انه ما كايناش ثقه.
مرة أخرى، وأسف على انقطاع الخط مع السي الوجاجي. لا بقى عندك شي إضافة السي بن مامون، شي رسالة تبغي توصلها اللي تكون يعني أنه يعني مباشرة وتكون يعني تفيق الناس من هذا التهور اللي كانت؟ أنا فقط الرسالة اللي عندي هو خصنا نتخلصوا العبار من هذا الشيء اللي عشناه تقريبا أكثر من أربع شهور. وباغي نأكد على واحد المسألة قلتها وغادي نعاود نقولها مرة أخرى، هو أن المقاربة الوقائية هي مقاربة مهمة على المستوى الاستراتيجي، لان هي المقاربه اللي غادي تجنبنا واحد العدد ديال المشاكل، والتكلفه ديالها انا قلتها سنأكد عليها مره اخرى بان التكلفه ديالها هي تكلفه بسيطه. والمساله الاخرى هو طبعا خصنا نحترموا. نعم، خلينا نرجع سي الوجاجي، ربط بين الاتصال واعتذر كذلك او معذره، قيل لي بانه مازال الاتصال لم يربط به. ما عادش عندك شيء او ها هو معايا سي الوجاجي؟ اعتذر لك واعتذر للمشاهد على الانقطاعات. باختصار شنو الجواب اللي نجاوبوا الشرعي المتهورين؟ مرحبا. فقط قلت التدابير الاحترازيه في امرين، المساله الاولى كتتعلق باغلاق المساجد مؤقتا، والمساله الثانيه تتعلق بالتباعد مثلا بين الصفوف. يعني هنا يجب التسليم، لان هذا الامر ما اتخذش من لدن اي واحد، هذا قرار اتخذ او فتوى ديال العلماء، وبالتالي يجب الانصياع لها. المسألة الثانية تتعلق بالمغزى والمقصد من هذا هو ذاك التضامن وفرحة العيد، يعني ان نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. يعني هذه ما نفسدوش الفرحة ديال العيد بالتهور ديالنا، ودائما نستحضر ان المسؤولية هي مسؤولية جماعية علينا جميعا. شكرا لك سي ابراهيم الوجاجي، دكتوره في الشريعه واستاذ بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه عن الشق الدار البيضاء، كنت معنا مباشره من مكتب القناه باكادير. كنشكر كذلك الاستاذ علي بوطيبه استاذ الاقتصاد بجامعه محمد الخامس بالرباط، والدكتور عبد الرحمن بن مامون خبير الصحه العامه. شكرا لكم جميعا. شكرا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء الاسبوع المقبل.